الزفري، هاد اللوحة اللي قدامنا بغينا نعرفوا عبارة عن ماذا؟ هادي في الحقيقة أنا لو ستيل ديال اللوحات ديالي ديما كيكون هكا بالخط ولا بالكلمات اللي ما كتقراش ولكن كتشاف، لأن كنحيد ليها المفهوم الأدبي باش يكون فيها غير نخلي ليها غير الجمالية ديالها، وكنلصقهم أنا بالنسبة للطريقة ديال الكتابة ديالي معروفة في اللوحات ديالي. ما كنتش في الأول كنعبر بالألوان على شي حاجة، كندير الألوان باش نعطيها جمالية للوحة وصافي، لكن جاتني الفكرة مؤخرا مع المسيرة الخضراء، حيت احتفلنا في المغرب بالسنة الأربعينية ديال المسيرة الخضراء، وبغيت ندير لوحة كتمثل المسيرة الخضراء، وجاتني الفكرة أنني نديرها بالخط الأخضر وبالألوان، لونت بالأحمر وفيها الراية المغربية، الألوان ديال الراية المغربية، وزدت عليها اللون الذهبي اللي من طبيعة الحال كيرمز من جهة الملكية، ومن جهة أخرى اللون الرمال المغربية، دونك لون الصحراء والأقاليم الجنوبية ديال المغرب. وهنا بقات عندي الفكرة مع هذه الأحداث المؤلمة الأخيرة ديال اللي ركبوها الإرهابيين ضد أبرياء بلاشكا، وفيهم أجانب، فيهم 40 جنسية مختلفة، فكرت باش ندير، لأن اللي كيجمع هاد الناس كاملين هو تواجدهم في بلجيكا، فكرت باش ندير اللوحة بالخط الأسود وبالألوان الأحمر والأصفر اللي كيرمزوا للعالم البلجيكي، واللي من طبيعة الحال كيجمعنا وكيجمع كاع الأجانب اللي كيعيشوا خاصة في هذا الإقليم ديال بروكسل. إذا ممكن نعتبر هذه اللوحة لوحة الحاضرون، إذا كاملين يشاركوا فيها كما كان. فوالا، اللي جديد في العمل ديالي هو أنني كنت كندير الخط وكنلون، فهاد اللوحة درت غير الخط، وخليت الإخوان والأخوات اللي كيجيو هنا لداركم باش يلونوا بكل حرية، كل واحد كيختار لا سيرفاس ديالو ولا قطعة من اللوحة وكيدير فيها، دونك هي في الحقيقة لوحة جماعية، ولكن هاد الجماعة كتعطيها قوة أكثر من لو كانت غير اللوحة ديالي أنا بوحدي، دونك منها كنناقش مع الإخوان والأخوات اللي كيجيو يشاركوا، وكنخبرهم باللي راه تضامن مع الضحايا ديال الإرهاب، في نفس الوقت كيعطيوني الرأي ديالهم، كاينين بزاف ديال البلاشكا اللي مثلا دازوا هنايا وعجب لهم الحال، قالوا لي فكرة رائعة وراك زعما عطيتي لنا واحد الفكرة على المغاربة اللي ماشي المغاربة كلهم بحال ومشيتي بعيد، لأنك اقترحتي الفن باش تحارب هذا الإرهاب. كاين اللي اقترح الصلاة بحال البارحة يوم الجمعة، كاين اللي اقترح الشعر، كاين اللي اقترح غير لافتة، كاين اللي اقترح الوقفة، كاين اللي اقترح انه يشعل شمعة. انا كفنان تشكيلي اقترحت باش ندخل الفن ديالي في تنديد بهاد العملية المتوحشة. طبعا في الفن هو الرسالة التوعوية الأكبر ضد الإرهاب. شكرا أستاذ مصطفى. شكرا.